عمري ما اتوقع في حياتي ان ده يحصل لموتوسيكل اوف رود. ربنا يستر نعدي اخر حته دي على خير. بقى لنا دلوقتي 6 ساعات او 7 ساعات ولسه ما دخلناش المينا. دي تقريبا اطول مصلحه حكوميه عملتها في حياتي. مع السلامه يا مصر. مع السلامه. فلتنا منيهم. الساعة دلوقتي 45 دقيقة، متأخرين 40 دقيقة عن الناس، والمسافة ما بين هنا وما بين هناك ساعة. تخيلين جوه القاهرة مدينة ساعة. الله يعين والله. طيب انضم لنا كابتن ممدوح من أسيوط. مين يا جماعة من أسيوط؟ أحلى مساء على رجالة أسيوط الجميلة. صباح الفول. ايه ده؟ عربية فول. نقطة ضعفي. طيب ان شاء الله خطة النهاردة رينج حوالي 600 كيلومتر. ان شاء الله نتحرك من القاهرة على الغردقة عشان ندخل الميناء ونبتدي نركب عبارة السعودية من ميناء الغردقة، نطلع على ضبة ان شاء الله. الطريق زي ما قلت لكم 600 كيلو، قبل كده رحناه قبل سنتين. الفكره مش في الطريق النهارده وصعوبته، الفكره ان احنا النهارده ولاول مره هنوثق الاجراءات. لو انت مسافر بنمر مصريه من جوه مصر اللي بره مصر، خصوصا لدوله خليجيه صعبه. الدول الخليجيه يا جماعه اصعب من اوروبا في الاجراءات، متخيلين؟ يعني حاجه مهمه بقى جدا لو انت مسافر تعملها هي انك تحاول تصلي الفجر في ميعاده او في جماعه، وتقرا اذكار الصباح. بيقول لك اللي بيصلي، حديث عن الرسول، اللي بيصلي الفجر في جماعه مفيش اي حاجه ان شاء الله بتضره تاني يوم. تاني حاجه، عشان لو خايف من الحسد على الطريق، لو خايف من اي حاجه، تقول اذكار الصباح وتقول اذكار المساء، ان شاء الله ما يمسكش اي مكروه ولا اي سوء. خلينا نتفق بقى ان من احلى لحظات البايكر وهو مسافر دولي الوقت الصبح وانت قايم بتبتدي يومك، مفيش هموم، ويبقى الجو فيه شمس جميلة كده وبرد، درجة الحرارة 20. يلا مع السلامة مدينة القاهرة، نطلع ان شاء الله برا ونكمل طريقنا اتجاه مدينة اخرى بعون الله. بسم الله ما شاء الله. شوفوا يا جماعة، شوفوا الرجالة، كل دول بايكات ان شاء الله طالعين. يا ما شاء الله. خليني اوريكم نبذه شويه عن الناس اللي طالعه. الناس اللي طالعه دول اغلبهم جولد وينجات او موتوسيكلات من هوندا، جولد وينجات، وحبه صغيرين جدا بي ام دبليو. تقريبا هو الكي 1600، الار تي 1200، والجي اس. المشاركين دول تقريبا 20 واحد. يا جماعه احنا قعدنا نطلع الورق ونتعب فيه 4 شهور، فموضوع مجهود كبير. احنا كلنا كنا عاملين جروب ومخطط وبنطلع مع بعض، فده ثمار تجمع خيرة البايكرز اللي بيسافروا كتير قوي، ورايحين نعمل اجراءات مع بعض كده عشان نشوف ايه اللي هيحصل. يعني الاجواء يا جماعة حوالينا في الصحراء اللي احنا ماشيين فيها دي رهيبة وجميلة جدا، بسم الله ما شاء الله. الطريق بتاع العين السخنة والجلالة والكلام ده من اجمل الطرق اللي انت ممكن تمشي عليها تستمتع بيها في الطريق. الطريق فاضي، حالاته واسعة، فبصراحة ظريف جدا. يعني احنا دلوقتي قدامنا رينج على جي بي اس 380 كيلو على الغردقة. الساعة لسه 9:30، ومعادنا ان شاء الله يكون هناك على الظهر، فقدامنا ساعتين ثلاثة كده ان شاء الله نلحق نوصل. الصعب اللي عشانه ومجهز لليوم ده ان انا اقعد كتير، ان اجراءات الجمركية ممكن تقعد 6-7 ساعات. فالصعب اللي انا خايف منه ان غالبا احنا على الطريق هما نوصل الغردقة، تخيل ان احنا ممكن ندخل يعني مثلا 2 الظهر، تخلص اجراءاتك 10 بالليل، عقبال ما تدخل الموتوسيكل ويعملوا فحوصات من فحص مفرقعات وفحص امور، ويرفعوا شاسيه الموتور وتكون جايب شهادة مخالفات، وامور طويلة 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 من الاجراءات والترتيبات انت لازم تكون عاملها. فيعني المشكلة بقى في ايه؟ ان انت بعد ما تعمل كل الكلام ده وخلص 10 بالليل مثلا، ممنوع تطلع بره المينا، فبالتالي انا قاعد جوه لحد موعد العباره اللي هو 6 صباحا، فانا بايت بقى في المينا، يا اما بات على العباره، يا اما في الشارع بقى في المينا.
الله اعلم. انا كده كده جايب معايا سليبنج باج ويعني ناويها بياتا كده. فانا وكل اللي معايا ناويين الموضوع ده. فالموضوع مرهق شويه ولكن يعني ممتع، ممتع عشان معاك صحبه. يمكن لوحدك يبقى رخم، بس توثيقا يعني ان شاء الله يكون ظريف ويبقى مختلف. يا جماعه بصوا بصوا بالله عليكم منظر الجبال وقد ايه هم شقينها. بسم الله ما شاء الله، شقينها بالتدريج كده زي ما انتم شايفين، منظر خيالي وجميل قوي وظريف. طبعا هنا في الطريق ده زعفرانه اعتقد الارتفاع عن سطح البحر بيوصل ل 600 كيلو 600 متر 600 كيلو 600 متر عن سطح البحر. فانت اصلا بتلاقي هنا الاكسجين قل شويه، وبس مش بدرجه تحس بيها، بدرجه الموتوسيكل يحس بيها. احيانا فلتر الهواء لو ما كانش اكتر حاجه كويسه الموتور هنا بيتكتم شويه صغيرين كده. طيب يا جماعه احنا ماشيين دلوقتي على الطريق وجت زلطه رشقت في جولد وينج 2018 في العجله اتقطعت، عشان كده احنا واقفين مستنيين. فكون ان انت يكون معاك صحبه وعجل حاجه رئيسيه جدا ككاوتش. بنحمله دلوقتي باشا. طلعت رجلي. قول لنا انت عامل ايه هنا كده؟ السلام عليكم. احنا انت حضرتك شايف احنا في وسط الصحراء ومسبوقين بفنجان قهوه عشان نكمل الطريق يا فندم. ايوه. فتصرفنا في المطبخ الصغير ده يا فندم. سلام يا سلام. نعمل حاجه على نور هاديه كده. ايوه خد بالك. وبعدين ايه هيشربنا منها، بس هو قايل ليه السعر من 50 ل 75. حقه 50 حقه 75. بص الجبل ده هتلاقي مين اكيد. لازم لازم استغل الظروف. لازم استغل الظروف. اه بالصلاه على النبي. اخبار الكوازاكي فيرسس ايه على الطريق؟ عسل عسل عسل. يا سلام يا سلام. وعسل عشان انا معاك. قول لي ايه اكتر حاجه حلوه وحاجه مش حلوه في ايه في على الطريق كده من قاعده مش قاعده كاكاوزاكي يعني؟ لا والله ما شاء الله جميل. ظريف؟ لا خفيف خفيف ودمه خفيف. او كاوزاكي فيرسس ايه طالع بيه. العالم ده على فكره بيرفرف وبيودع هيقع. لسه قاعدين بقى لنا حبه حلوين. اللي سابنا ومشى يتعمل له بلوك. في عربيه زي ما قلت لكم موتوسيك لسه عطلان، وكلمنا التميركو يبعت لنا كاوتش الجولد وينج 2018 عشان نقدر في مصر. هتروح لنا الغردقه، بس الفكره ان احنا نحمل الموتوسيكل من مدينه الغردقه. بس كريم انام خلاص. الله يعينه. الله ينور يا رجاله. بقى لنا كام ساعه دلوقتي واقفين؟ ساعه ونص ساعتين. الحمد لله. كان هيحصل يعني، بس ال 100 برضه بتفرق، ال 20 كيلو بيفرقوا جامد. عادي يمشي بالراحه ويوصل سليم. طيب دلوقتي اللي حصل ان الراجل هيبعتوا له فرد على الغردقه المكان اللي احنا ان شاء الله رايحين فيه، وكالساحه جايه له من السويس، عشان كده خدت وقت هتحمل الموتوسيكل وتوديه على الغردقه ونركب الفرده ونكمل. الفرده هي جزء مهم جدا ان هي تكون معاك في البايك لو انت مسافر. سبحان الله اللي خلاها يفرقع طوبه كبيره كانت على الطريق وخبط فيها قطعت الفرده. فمع ان الطريق ناعم وكويس، وانا بصراحه عمري ما اتوقع في حياتي ان ده يحصل لموتوسيكل. ف موتوسيكل جديد، فرده جديده، كل حاجه جديده، بسم الله ما شاء الله، ولكن نصيب الحمد لله. ان شاء الله هنكمل على الغردقه. احنا اتاخرنا جدا، الموضوع ده اخرنا ساعتين، ولكن فعلا الصحبه هي اللي واحد كلم الكساحه والتاني اتصل، انا اتصلت بتاع الكاوتش وتاميركو يلا تبعتها. فتيم وورك بصراحه طالع بشكل احترافي، بنخدم بعض يعني. يا الله على الجمال يا جماعه. بصوا الجبال منحوته منحوته ازاي ما شاء الله يعني. لا 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 المشي هنا عالم تاني. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. التجربه بتاعت الموتوسيكلات في الوقت ده وفي الجبال دي تبقى هي اللي فعلا مختلفه عن تجربه العربيات وانك تبقى ورا ازاز. اختلاف الجبال واشكالها بيديلك اختلاف في نسبه سوعيه الهواء والهواء اللي بيتحرك حواليك. خيالي خيالي الوضع هنا. طيب احنا هو بقالنا 100 كيلو على الغردقه، لسه داخل بنزينه وطالع لقيت حاجه ابهرتني بصراحه. الموتوسيكل مشي خلال 233 كيلو ب 7 لتر بس. ما شاء الله تبارك الله يا جماعه. الاستهلاك وصل ل 30 كيلو متر باللتر الواحد، ده استهلاك سكوتر يعني ما شاء الله على موتوسيكل 700 سي سي 2 سلندر. فبصراحه الله ينور ايكو، وكمان المشي بسرعه مناسبه ده على 100 ده سرعه توفير. استهلاك خيالي يعني العوامل كلها مجتمعه. انا مبسوط جدا، ده شيء خيالي
استهلاك البنزين بصراحة. طيب دخلنا على وسط الطريق سيء جدا، قرب المراوح دي، اقرب يقول المراوح، كل الطريق مراوح. مش عارف بقى دي بتغذي يعني مدينة، دي تخيلوا في مدينة مثلا تكون عايشة بالطاقة دي زي الغردقة، طاقة الرياح جزء منها. يا عبد الصمد بوابة الغردقة يا جدعان. يعني يا جدعان القعدة صعبة قوي قوي على السرعات البطيئة دي، ماشيين 100. موضوع صعب. الحمد لله وصلنا الغردقة. يا نهر الغردقة، حد بيتابعنا من الغردقة؟ المشوار مرهق جدا، خصوصا مع لبس الحماية السيفتي اللي بيحرر والحرارة. المرة اللي فاتت سافرنا في نفس الوقت ده، جو شهر 10، احنا اخر 10 اهو، سافرنا في نفس الوقت ده تقريبا. فالدنيا الحرارة صعبة بصراحة، الحرارة صعبة. طيب احنا خلاص هنتوجه دلوقتي دايركتلي للمينا عشان اتأخرنا عليها الساعة دلوقتي 3:30، فاحنا معانا الرينج ده دلوقتي الحمد لله وصلنا على الميعاد. ان شاء الله نبتدي نخلص الاجراءات ويوم سهل الحال. انا اكتر حاجة مبسوط بيها بصراحة، او من الحاجات الحلوة يعني، تجربتي في سواقة الموتوسيكل الجديد بتاعي ده والاستهلاك القليل للبنزين. انا من الناس اللي بتحب الاستهلاك القليل، لان كل ما توفر في المصاريف تسافر اكتر وتسافر ابعد. الرحالة دايما بيفكر بالفكرة ده شوية. الطرق الاوف رود يا جماعة، الطرق الاوف رود ربنا يستر. هنعدي اخر حتة دي على خير، هتلاقي كاميرا شبرت دلوقتي. الموتوسيكلات اللي هي كاوتشاتها مش اوف رود في الوضع ده بتتبهدل، ممكن تتخرم. اوبا، وفي نفس الوقت خطر قوي انها تمشي على الرملة دي. طيب احنا وقفنا دلوقتي في مكان مفروض بيتجمع فيه الاوتوبيسات والحاجات اللي رايحة للحج والعمرة والكلام ده. ده بدل ما نروح المينا ونقعد فيه لوقت طويل جدا، فاحنا قاعدين في مكان زي ما يكون هانجر كده، بيخلصوا فيه الناس الموظفين نفس الاجراءات ويتاكدوا من الورق ويرفعوا الشاسيه بتاع الموتوسيكل، وحبه تسهيلات عملها الاتحاد المصري للدراجات الناريه عشان يسهل على الاعضاء. وبعد كده نعمل حاجات الاساسيه زي كشف المفرقعات وغيره ان شاء الله في الميناء. فاحنا هنقعد هنا شويه، ما نعرفش قد ايه، هناكل ونريح شويه هنا لان احنا ليلتنا طويله جدا، وبعد كده ان شاء الله نروح المينا. طيب احنا دلوقتي جت لجنه، ورانا هنا عربيات سعودية رايحة السعودية وعربيات خليجية. هنا في دوج على انما صفرة هتطلع برا مصر وبيسلموا النمر. ورايا هنا في شبكة من الناس المستخلصين، وكل الموتوسيكلات دي في ناس دلوقتي مخلصين هنا بيجي يرفع شاسيه وموتور بتاع الموتوسيكل عشان يسجلوا مع رخصة الست صور من رخصة القيادة ورخصة الموتوسيكل، وبيكتب البيانات الشاسيه والموتور والسي سي كل البيانات علشان هتطلع استمارة 126، ودي اللي بتثبت انك طلعت موتوسيكل مصري، ده مدفوع جماركه ومدفوع حاجته عشان وانت راجع بتسلمها. يعني هو بيشوف الحاجات دي عشان يطلع لك بيها الاستمارة اللي تقدر تدخل بيها تاني مصر. فدي اول واهم حاجة تعملها، وبعد كده بتعمل اذن الشحن. دي بقى مع شركة الشحن اللي ورايا. شركة الشحن اللي ورايا هي الشركة اللي هتطلع لك الموتوسيكل وتنزل لك الموتوسيكل وكل التفاصيل دي. انما الجزء اللي في الاول اللي حكيت لكم عليه 126 هو جزء حكومي، موظفين حكوميين هم اللي بيجوا يتعاملوا. نقطة مهمة جدا، الشحن هنا التطليع الموتوسيكل على العبارة بفلوس، ولكن فلوس دي ثابتة. هقول لكم التكاليف في اخر فيديو ان شاء الله. في السعودية اكتشفت ان هو بالكيلو، فلما بتنزل هيوزن لك الموتوسيكل. طبعا موضوع السعودية ده انا خايف منه، فخلينا نخلص الاجراءات اللي هنا عشان احنا دلوقتي بقالنا رينج مستنيين في هذا المكان. ايام ما كان فاضي دلوقتي اتملى عربيات، في ورانا عربيات كتير اهي. بقالنا دلوقتي 6 ساعات أو 7 ساعات ولسه ما دخلناش المينا. كل دي تسهيل الاجراءات بشكل خيالي من الاتحاد المصري للدراجات النارية. بصراحة ده اللوجو بتاعهم، فهم يسروا لنا بصراحة وجابوا الناس دي هنا. فدلوقتي قاعدين نرفع، انتوا شايفين كده بصمة مثلا العربية دي طالعة معانا دوج الرام دي، وبعد كده هنرفع بصمة الموتوسيكلات دي. مشكلة الموتوسيكل بتاعي عايز افك جزء من الفايبر عشان يبان، فهي مسهل. حمد لله على السلامة، حمد لله على السلامة. الله يسلمك.
يعني انا عارف ان انت زمانك كنت في حد خلاص. لا لا بس بس هزقك من ايس كريم الاول ماشي ولا من اي حته تعجب اي حته ما بقتش فارقه ما بقتش فارقه. انت بقول لك ايه اقف كده ما تتعبش نفسك انت والله العظيم انت تقف فوق العربيات لو عايز. من الناس عاش يا رجاله والله عاش دلع السلامه دلع السلامه يا استاذ. ازيك يا استاذ؟ ايه شعورك بعد المشوار القاسي ده؟ انا بنتحر. انا بقى طالع من الساعه 6 الصبح لحد دلوقتي واصلين يوم عظيم جدا بس الطريق كان جميل جدا الحقيقه. من بعد غارب وحته الهواء الطريق كان زي الفل. اه عادي 1000 جنيه عند كريمه سجل والنبي عادي قوي. اللهم صل على النبي. ده في نسبه للي بيلم طيب الم لك 1500 انا دافع 500 عشان كده. سلام يا سلام. اهلا وسهلا. اهلا اهلا كتاكيت ده على فكره ده في كتاكيت بالريال. احنا في مصر طيبين. ده طلع في السعوديه بيقول لك في السعوديه بالوزن بالوزن. يعني عملت معاه حته نمره جوه. ايه ابراهيم ندهل كريمه بيسال على وزن الموتوسيكلات. رحت داخل على الراجل يا ريس عايز ايه؟ قال لي الموتوسيكلات اللي معاك وزنها قد ايه؟ وفتح لي بيقول لي بص كاتب ايه؟ وزن موتوسيكل هوندا. سيرش على تليفونه. قلت له يا باشا تعالى قلت له هات التليفون. هو انت بتسجل؟ هو انت بتسجل؟ التليفون وزن موتوسيكل هوندا سي بي ار 1000 ار ار اخف حاجه جت. ايوه ما هو اخف حاجه ريس. انت كويس. ما بص انا قلت له هي الموتوسيكلات في رينج ال 200. قال لي فين؟ عم طلع لي بقى ايه 500 كيلو 600 كيلو جولدات بقى وبتاع. قلت له 1000 سي بي ار. عارف ان هو في رينج ال 200 1000 سي بي ار هوندا سي بي ار 1000 ار ار. بص 201 كيلو جرام هو كله متوسط ال 200. طب ماشي خلاص. موظف حكومي؟ بس التراو هم كده هم كده يا حمد. السيرش ما هو وزن موتوسيكل هوندا. اقول له ايه؟ عرفت انه زبون. رحت تعالى هرب. اله يا رب يوفقك كده ويوفر عليك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم هتوكل على الله ونطلع ان شاء الله للمينا. خلاص خلصنا كل الاجراءات وخدنا التذاكر والباسبورات. يا حاجه طويله جدا يعني. الحمد لله احنا متيسر معانا ان احنا قاعدين في مكان ظريف زي ده وبنخلص الاجراءات. ولكن نفس الاجراءات دي اللي انت هتعملها في اي مكان طويله طويله جدا. دي تقريبا اطول مصلحه حكوميه عملتها في حياتي. رايحين دلوقتي ندخل المينا ونعمل حاجات بقى ايه اللي علاقه بالجوازات والاستماره 126 اللي زي ما قلت لكم اللي بتثبت ان الموتوسيكل ده كان في مصر ولما يرجع ما تدفعش جمارك ولا تدفع اي حاجه. طبعا الكلام ده حتى للعربيه. طيب حاجه غريبه حصلت يا جدعان. عارفين ان الراجل اللي ذنبنا النهارده عشان الكاوتش بتاعته باظت اسماعيل جويش دلوقتي وهو طالع الباسبور بتاعه وقع في الشارع وشفته بالصدفه. يا جدعان الراجل ده عنده طاقه ايجابيه بشكل يعني رجع وبيقول الحمد لله ومش فارق معايا. تخيلوا ان دلوقتي لما كنت شفت الباسبور في الضلمه اللي احنا فيها دي كان مش هيطلع. تخيلوا بعد دفع الفلوس ده كله والصبر وحصل له عطل. فسبحان الله يعني لو ربنا كتب لك عمره هيسبب لك الاسباب. يعني الراجل بيعافر وان شاء الله ان شاء الله يدخل مينا. طبعا هو لسه ما يعرفش ان انا جبت الباسبور بتاعه. فهروح افاجئه دلوقتي ونشوف رده فعله يعني. بس يا رب يا رب ييسر لنا الامور بس ونعدي من المينا ان شاء الله تبارك الله ان شاء الله. شوف لو في حاجه مهمه وقعت. شوف بطاقتك والرخصه. طب بالله عليك امن ده. انا لولا الصدفه في الضلمه معلش. الحمد لله خليك بوزيتيف لسه. ان شاء الله تعدي بس وتقول الحمد لله عديت. يلا على مهلك على مهلك. يلا الراجل جاله احباط بس ان شاء الله ان شاء الله خير. وصلنا المينا الحمد لله. بوابه المينا اهي وهنبتدي ندخل جوه. ولكن الدخول شويه بطيء. كل دي عربيات سعودي راجعه تاني السعوديه. بسم الله بسم الله. يلا مع السلامه يا مصر. يا مسهل.
طيب احنا دخلنا المينا وقاعدين دلوقتي، دي مكان للتفتيش، نفك كل الشنط ونوديه هناك، لازم الموتوسيكل يبقى فاضي. شغلانه سوحه نايله بس ان شاء الله خير. تفتيش دقيق جدا، مش كده؟ الشنط فيها حاجات كتير نثريه، فمسهل. استنى ما نشوف. طيب خلصنا. يا لطيف يا لطيف، مش مصدق نفسي. الموضوع يا جماعة صعب لدرجة انك تفكر ما تسافرش اصلا. صعب صعب صعب. يلا نتحرك، نبتدي نتحرك. بسم الله الرحمن الرحيم. نطلع على العبارة. يا مسهل الحال. الموضوع صعب صعب صعب. يلا مع السلامة يا ارض الوطن. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. مع السلامة يا مصر. مع السلامة. يا سلام يا سلام، خرجنا خرجنا، فلتنا من نيوم. يا جماعة كمية اجراءات اصلا يعني محتاجة فلوج لوحدها. خلينا ندخل نثبت الموتوسيكلات بس ونشوف. مش مصدق نفسي مش مصدق نفسي. طيب ربطت الموتوسيكل زي ما انتم شايفين من هنا ومن هنا، واتقفل على العدد الكاميرات من هنا، فان شاء الله اعرف اصور لكم ايه بشكل ظريف. بس الجو حلو جدا والتثبيت ظريف. طبعا لو سالت ولقيت واحد هنا عرفنا مش مهندس، قال لي من السليم انك تحط الحاجه هنا، هنا قاعد في حارس، واحنا على مركب هقول لكم تفاصيله. لكن انا هاخد معايا ده، الشنطه والمنامه بس. ربنا ييسر الحال ويطلع بالسلام. علشان الشعلقه اللي ورا دي يا جماعه انت نسبيا بتقعد جو 12 ساعه في المينا بتخلص اجراءاتك، فكل ده علشان تطلع من مصر لمكه تعمل عمره بالموتوسيكل او العربيه بتاعتك. في تفاصيل كتير جدا على الموضوع ده، هتلاقوا اللينك اللي تحت فيه كل التفاصيل.